اذا مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء احييكم ارحب بحضراتكم بتحيه الاسلام الخالده سلام الله عليكم ورحمه تعالى وبركاته من هنا من على ارضيه ميدان لبسير لسباقات الهجن العربيه الأصيلة حيث نشاهد وإياكم هذه الانطلاقات وهذه التحديات ضمن تحديات السباق المحلي الاول المقام على ارضيه ميدان البصير انطلقت قبل قليل هذه الاسماء المشاركه وهذه الشعارات الكبيره والعملاقه التي صالت وجالت بجميع ميادين سباقات الهجن مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء انطلق قبل قليل الشوط الخامس للثنايا الابكار والمسافه هي الخمسه كيلومترات نتقدم لكي نعرفكم على المراكز المتقدمه المركز الاول ينطلق على المركز الاول مع انطلاقه حفله سعد بن عجيان بن حمد بن صالح من يقدم لنا انطلاقه واندفاعه حفله المركز الثاني تنطلق على المركز الثاني في هذه اللحظات تتقدم مع هذا الانطلاق المتميز على المستوى الثاني، تنطلق مع هذا الانطلاق وهذا الاندفاع وصلت وتقدمت همس محمد بن راشد بن ثلاب الهاجري، من يقدم لنا انطلاقه همس على المركز الثاني المركز الثالث وصلت الدوحه. أو عفوا جواهر وعبد الله بن أحمد بن محمد الخاطر من يقدم لنا جواهر على المركز الثالث والمركز الرابع القادمة على المركز الرابع وصلت الحذرة عبد الله بن راشد بن سيف الجفال النعيم من يقدم لنا انطلاقة الحذرة على المركز الرابع المركز الخامس وصلت وصلت وتقدمت على المركز الخامس وصلت مراسيل ومحمد بن سعد بن علي الفهيد المري نعود وياكم إلى المقدمة إلى الصدارة إلى المركز الأول بعد ما أتممنا على مسامعكم المراكز الخمس المتقدمة نعود إلى الصدارة إلى المركز الأول وإلى انطلاقة حفله على البدايه تنطلق بهذا الانطلاق المتميز وسعد بن عجيان بن حمد بن صالح العبد من يقدم لنا انطلاقه واندفاعه حفله على البدايه حفله على المقدمه وعلى المركز الاول تنطلق بهذا الانطلاق المتميز يا سلام تنطلق مع هذا الانطلاق الصباحي الجميل مع انطلاقة شعار بن عبدة من يقدم لنا هذا الانطلاق المتميز ولكن المركز الثاني وصل شعار الهاجري وصل بنجليميد من يقدم لنا شعاره ويقدم لنا انطلاقة واندفاعة شعاره على المركز الثاني ينطلق مع انطلاقة همس على المركز الثاني همس محمد بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري والمركز الثالث ثالث المراكز جواهر وعبد الله بن أحمد بن محمد بن فهد الخاطر المركز الرابع القادمة والواصلة وصلت الحذرة عبد الله بن راشد بن سيف الجفال النعيمي خامس المراكز خامس التحديات القادمة والواصلة مع هذا الانطلاق المتميز وصلت وتقدمت وصلت سهم جابر بن محمد بن ناصر بن لخن ولكن نعود وياكم نعود الى البدايه الى المركز الاول يا سلام يا سلام يا الصداره يا سلام يا المقدمه تنطلق بشعار بن عبد حفله على المقدمه حفله على الصداره وعلى المركز الاول تنطلق بشعار سعد بن عجيان بن حمد بن صالح العبد من يقدم لنا انطلاقة واندفاعة حفلة على البداية حفلة على المقدمة حفلة يا حفلة يا حفلة على الصدارة تنطلق بهذا الانطلاق المتميز ولكن همس همس على المركز الثاني اسم خطير بشعار الهاجري محمد بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري من يقدم لنا همسة المركز الثالث وصل بن دايل وصل بن دايل مع انطلاقة واندفاعة الحذرة عبد الله بن راشد بن سيف الجفال النعيم من يقدم لنا اسمه ويقدم لنا شعاره على المركز الثالث ولكن المقدمة الصدارة المركز الأول حفلة لا زالت مسيطرة على البداية منذ الانطلاق حتى هذه اللحظات تنطلق بهذا الانطلاق المتميز وهذا الاندفاع الجميل وسعد بن عجيان بن حمد بن صالح العبد من يقدم لنا انطلاقة واندفاعة حفلة على الصدارة حفلة على المقدمة ودخلنا أجواء الكيلو متر الأخير يا مضمرين يا عمالقة اللي يبن ناموس يحرك ويروح يا راعي حفلة مع انطلاقة سعد بن عجيان بن حمد بن صالح العذبة همس تحتل المركز الثاني المركز الثالث تنطلق الحذرة عبد الله بن راد بن سيفة الجفال النعيمية ولكن حفلة يا حفلة حفلة يا حفلة حفلة مع المقدمة تنطلق بهذا الانطلاق الكبير والاندفاع المتميز بشعار العبد على الصداره مع هذا الانطلاق المتميز وسعد بن عجيان بن حمد بن صالح العبد على الصداره منذ انطلاقه الشوط مسيطره تمام السيطره حفله يا حفله يا حفله حفله مع المقدمه ومع الصداره تنطلق بهذا الانطلاق المتميز القادمة الحذرة الحذرة هي القادمة الحذرة وحذاري حذاري من الحذرة تنطلق بشعار عبد الله بن راشد بن سيف الجفال النعيمي حفلة ولا الحذرة حذرة ولا الحفلة حفلة حفلة, حفلة 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 مع المقدمة حفلة حفلة مع الصدارة الحذرة ولا حفلة الامتار الاخيرة يو يا صراع الكبار حفلة 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 حفلة, حفلة, حفلة مع المقدمة تهانينا تهانينا والناموس لمن قدم لنا حفلة قامت راسه وانهت الشوط راسه تهانينا سعد بن عجيان بن حمد بن صالح العبده المركز الثاني من قدمه اداء يشكر عليه عبد الله بن راشد بن سيف الجفال النعيمي والمركز الثالث وصلت همس محمد بن راشد بن ثلاب الهاجري المركز الرابع، وصلت نوف عبد الهادي بنت بن نايفه الهاجري المركز الخامس، وصلت الدوحه مسلم بن عبيد بن مسلم النابت المري تهانينا والناموس لمن قدم لنا هذا الانطلاق المتميز، من قدم لنا حفله سعد عجيان بن حمد بن صالح العبده تهانينا والف مبروك لك على هذا الفوز. وعلى هذا الانتصار المتميز مشاهدينا متابعينا الاعزاء التوقيت الزمني توقيت حفله قاطعه مسافه الخمسه كيلومترات بتوقيت زمني وقدره ثمان دقائق ثانيتين عشرة أجزاء من الثانية هكذا توقيت حفلة سعد بن عجيان بن حمد العبدة تهانينا والناموس لجميع الفائزين